السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم احنا في لوفت سباق القدرة مع الأخ أبو محمد في مدينة كلبة في دولة الإمارات العربية المتحدة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخوي عبد الله. الله يسلمك ويبارك فيك. شاكرين بزيارتك. الله يرضى عليك. أنا شاكر بس ضيافتكم وسعة صدركم. راح نسوي وياك فيديو بسيط تعرفنا به على اللوفت ونرجو انه هو ما نتعبك وياك. يعني. لا فعليك. نحن في الهواية عيوننا للهواية. حاضرين. السلام عليكم اخي ابو محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا ابو محمد. ممكن تعطينا نبذة مختصرة عن لوفت القدرة؟ ايه. لوفت القدرة الله يسلمك هي كفكرة بدأت مع الشباب. كنا في حوار مع الشباب بحيث ان انا في منطقة تقع في اللي هو خلينا نقول شرق دولة الامارات العربية المتحدة، والمنطقة هذه صعوبة الجبال فيها اللي هي فيها جبال شاهقة تقريبا اذا رحت تسابق منها راح الحمام يكون في صعوبة شوية خاصة في قطع المسافة. فبدأت الفكرة مع الشباب ليش ما نسوي سباقات تكون شوية صعبة على الحمام، بحيث ان دولة الامارات مساحتها ما تغطي عندنا سباقات مثلا دبي وابو ظبي وسباقات ام القيوين ما تغطي المسافة هذه، يدوب 350 الى 400 كيلو. فالمسافة عندي انا تكون شوية اطول اللي هي 490 كيلو، قال قريبة من 500. فقالوا الشباب يلا بسم الله نتوكل، وقلت لهم فالكم طيب. فبدينا على اساس ان فكرة تكون محلية وحمام محلي والمشاركين من نفس الدولة من دولة الإمارات. فتحنا المجال لهم الحمد لله، والسنة هذه الموسم الثالث والحمد لله ماشيين، ونتمنى إن شاء الله نكون نقدم الأفضل لهم، وهذا اللي يعدنا بالنسبة لسباقات القدرة. طيب ليش سباق القدرة؟ يعني 490 كيلو هذا رقم عادي يعتبر، لكن يمر من وين؟ سباق القدرة، سباق القدرة طول بعمرك مثل ما أنت قلت سباق 400 اللي هي عادية 490، لكن أنت لو تيجي تحسبها عندنا دولة الإمارات لو تلاحظ فيها هي جاية مثل الكيرف، فالحمام ينطلق من منطقة السلع إلى كلبة. طبعا لو رحنا على الخط الجوي الحمام ما راح يقطع البحر، يعني إذا بحر نادر موجود نادر. بحر ها؟ إذا هي في بحر هذا السؤال. أيوة في بحر. نعم. في بحر في المسافة الجوية، لكن لو الحمام طار ما راح يقطع البحر، راح يقطع ايش؟ راح يكون ينزل كيرف مع الساحل، ينزل كيرف مع الساحل لحد ما يوصل. تكون المسافه هنا اكثر من ال 490، انا حسبتها تقريبا توصل ل 580 الى 590 كيلو. طبعا من يوصل الحمام قبل لا يوصل اللوفت عندنا مسافه 41 كيلو جبال، والجبال هذه شاهقه يعني ارتفاعها كبير، فهني تكون الصعوبه، يعني الحمام اللي يوصل حمام صعب انه يوصل بسهوله. نعم. اي والله. فهذا اللي يميز نقطة القدرة، الصعوبة اللي فيها، ولهذا سميت بالقدرة. نعم. الحمام اللي يقطع معناته حمام قادر، يعني اذا يقطع جبال. ايوه. وصحراء. جبال وصحراء وكمان الساحل. طيب هذا يرجع في نفس اليوم الطيور؟ يرجع في نفس اليوم. اول سباق عملناه رجع طير في نفس اليوم، وصل تقريبا على الساعة 5 العصر، من الساعة 7:30 كنا فاتحين الحمام، وصل الساعة 5 العصر. سباق الموسم الثاني لا ما وصل حمام، وصل ثاني يوم. أول طير وصل ثاني يوم تقريبا الساعة 11 أو 12 الظهر تقريبا. طيب ما هي الجوائز اللي تقدم لل الجوائز هذه الجوائز بسيطة، لأن ما النقطة هي اتعملت مش كمدخول للأمانة. يعني ليش لو تحسبها 200 طير أي مدخول هذا، وكل طير قيمة الاشتراك 300 درهم، يعني يدوب الأكل والمكملات الغذائية والأشياء البسيطة كمواصلات حق تدريب الطيور والشغلات هذه. فالجوائز بسيطة ومدعومة من الشباب أو من بعض الشركات اللي نعرفها، فتكون مثل كان عندنا ما شاء الله شركة البنزينج معروفة عالميا، دعمتنا به ساعة البنزينج ام 3 الجولد للأول إيس. كذلك في جائزة مقدمة من شركة اللي هي المجرة للسيارات بقيمة 10,000 درهم توزعت على اللي هو المراكز. وعندك أيضا أنيمال بلانت
في جوائز عبارة عن أكل للحمام تتوزع أيضا على السباقات، وأيضا السنة هذه دخلت عندنا اللي هي دخل عندنا زاجل ستور، عبارة عن كوبونات مشتريات خاصة بالحمام الزاجل. فالفكرة بسيطة وهواية لنا لحالنا يعني، ولا ندور فيها الشهرة ولا العالمية، ندور فيها الحمام الطيب والمنافسة الحلوة. طيب إذا يعني معناه بهيش حالة يعني نقدر نقول إنه هذا اللوفت أو هذا السباق هو للتحدي. للتحدي فقط. ولإبراز أفضل طير في الإمارات. إن شاء الله. إن شاء الله. الله. كم سنة صار لك محمد بالزاجل؟ بالزاجل أنا أول سنة دخلت النادي أو انضممت إلى نادي دبي كانت في سنة 2007. طبعا حبي للزاجل كان قديم، ففي البدايات لما كنت أنا صغير كنت أربي حمام الزينة شوي. فبعدين قعدت أبحث أنا في الحمام، أبغي يعني مثل ما تقول أريد حماس، أريد منافسات، فلقيت الزاجل على طول رحت ودخلت في مجال الزاجل. تقريبا خلنا نقول من سنة 2000 دخلت في الزاجل، ولكن كعضوية في النادي 2007. طيب عندكم على إنستغرام أو وسائل التواصل؟ نعم. أي موجود عندنا؟ نعم عندنا اللي هو على إنستغرام حساب اللي هو نقطة سباقات القدرة للزاجل. قلت لي عدد الحمام 200 حمامة؟ عدد الحمام العام كان 150 وصلنا، السنة 200، مع أن الشباب دائما بيقولوا لي علي زيد زيد زيد، ولكن مثل ما أنتم شايفين في البيت وجيران، فما بدنا نزعج الناس، نخليها على 200 طير حلوين. وسباقاتكم تبدي من أي تاريخ تقريبا؟ سباقاتنا تبدي من أول شهر 12 في ديسمبر وتنتهي في آخر شهر 1 أو على دخول شهر 2. كم سباق تقريبا؟ عندنا العام كان 3 سباقات، السنة إن شاء الله الموسم القادم 4 سباقات، السباق الأول تجريبي على مسافة 100، بعدين نروح السباق الثاني رسمي 150، بعدها ننتقل إلى السباق الثالث، السباق الثالث بيكون رسمي ايضا 250، بعدين ننتقل للسباق الرابع راح يكون مسافته 350، وبعدها بمشاركه الشباب وبطلب من الشباب راح ننتقل الى سباق خامس اللي هو 490 كيلو من السلع. عندنا اللوفت يتكون من 4 غرف نسميها، الـ4 غرف طبعا بعد اكتمال الحمام وتثبيت الحمام يفتح على بعض، راح يكون كلها واحده مفتوحه. طبعا الحمام اللي يوصل او في البدايه نحطيه في الغرفه الاولى عشان يثبت لحاله، بعديها الدفعه الثانيه نفس الشيء تروح على الغرفه الثانيه، كل دفعه بغرفه. زين طبعا الحمام احنا عندنا في النقطه هنا ممكن نختلف عن باقي النقاط، احنا نستلم الحمام في البدايه من شهر 2، نثبت الحمام عندنا من 2 إلى 3 أسابيع نفتح الحمام يطير قبل اللي هو المولتينج، نفتح الحمام يطير يثبت الحمام، هني في فرصه للهاوي، اذا الحمام ثبت كان بها، اذا الحمام مثلا في حمام ضاع او ما ثبت نتصل على الهاوي ونقول له اذا حاب انك تعوض طير مثلا فاقد عندك طير واحد من التثبيت، هذه فرصه اذا تبغى تعوض قبل ندخل موسم اللي هو الصيف تقدر تجيب طير بديل يحل محل الطير اللي فقد من على اللفت. فبالطريقه هذه نثبت غرفه، خلصنا من الغرفه هذه ننتقل للغرفه اللي بعدها وكذلك لحد ما نكمل 4 غرف. المهم قبل نهايه الصيف، قبل دخول الصيف كل الحمام طاير وثابت، بعدها يدخل الحمام في الصيف ما يطلع ولا طير، يثبت ونتأكد من صحته وسلامته لحد ما يدخل علينا شهر اللي هو 9 إن شاء الله. في شهر 9 نبدأ نفك الحمام، طبعا بعد شهر بعد 9 خلاص ما نستقبل أي طير إذا انفقد بعد شهر 9 لأنه ما عندنا وقت للتثبيت. طيب هذا شلون العناية الطبية يعني؟ العناية الطبية نحن خلنا نقول ما بندخل في الأدوية كثير، لا بندخل، اذا بندخل في الادويه ممكن كسلمونيلا كوكسيديا كانكر، او اذا لا قدر الله صار عندنا حاله الاورني، غير هذا ما ندخل ابدا. بعدها نروح على اللي هي المكملات الغذائيه والاكل الحمام المعروف اللي هو عندنا اكل المولتنج والريسنج، وممكن نستخدم طبعا البريدنج كاساس كدعم للحمام حق المسافات. ممتاز. هذا اللي نستخدمه. هذه مجموعة قبل أسبوع جتنا، وهذه المجموعة جتنا البارح، هذه المجموعة جديدة جت البارح تثبيت لحالها، طبعا تأخذ وقايتها ما ندخلها على الحمام كله لحد ما نتأكد من صحتها وسلامتها، بعدها ندخلها على الحمام اللي جاي قبل. ممتاز.
طيب ايش قد في قد هذه المحاكاه الخانات هذه او اللوفتات المساحه؟ شوف المساحه او الخانات الموجوده، الخانات الموجوده هذه 30 هنا و30 هنا و30 هنا و30 هنا. طبعا احنا ركبنا البيرتشز اضافات على اساس ان اللوفت يشيل العدد، ما راح نضغط اللوفت بالكميه حمام اكبر عن مساحه اللوفت، لازم نحسب حساب هذه، لان لو ضغطنا اللوفت بحمام اكثر من حجمه راح يصير عندنا دروب في الحمام كصحه، ما نقدر ما راح نتمكن منها لان المكان ما يسع. نعم. فعلى اساس كذي نحن نقول للشباب حد اللوفت 200 فقط ما نزيد. هذا حمامي الخاص انا. انت ايضا تربي حمام؟ اي انا اربي حمام وشارك في نقاط محليه وخارجيه ايضا. هذا حمامي الخاص، هذا حمام بدايه اول موسم الانتاج، طبعا ما شاء الله الحمام يطير. تبارك الله. الله يبارك لك فيه ان شاء الله. امين يا رب. وهذه مجموعه جديده اليوم طلعتها من تحت الامهات وجبتها. ضرع على اساس انك تتعود على المكان. ان شاء الله تبارك الرحمن اشوف عندك النظافه. اهم شيء النظافه. اهم شيء اذا تبغي الحمام صحيح، تبغي تنجح، تريد تنجح الصحه. النظافه دليل الصحه. يعني اذا ما تعتمد اكثر على النظافه ولا على الادويه؟ لا، النظافه بعدها الادويه امتى استخدمها؟ في الحالات القصوى. نعم. اذا خلاص الموضوع يعني كنظافه، انت تمكنت من نظافه، تمكنت من كل شيء، لكن في عندك اصابه ما تعرف لها او ان الاصابه هذه محتاجه ادويه، هني نتدخل بالادويه. اما غير كذا لا، ما اتدخل بالادويه. ممكن مثل خلينا نقول نستعين بالثوم كمضاد حيوي، هذا طبيعي وهذا مفيد للحمام، ما بستغنى عنه دائما انا. عندنا هذه الغرفه الاولى، هذه مساحتها. هذه الغرفه الثانيه، عباره الابواب كلها سلايد. وهذه الغرفه الثالثه. طبعا الحمام هذا خلاص ثبتناه مع بعض، الحين هذه غرفتين مفتوحات على بعض. مثل ما انت شايف. اللوفت عندنا يعني خاصه في وقت الشتاء او ايام الهواء اسكر على الحمام بالطريقه هذه حسب التهويه اللي انا احتاجها. ابدا اسكر وافتح على حسب التهويه اللي احتاجها في اللوفت. طبعا في وقت الشتاء ووقت الهواء الشديد اسكر على اللوفت، خلاص الحمام هني داخل الهواء يكون عندهم ممتاز وطيب وصحتهم تكون افضل. اما اذا كان في حراره او صيف ابدا افتح بالطريقه هذه. كامل اللوفت بنفس الاسلوب. بتشارك انت في هذا القدره؟ لا انا ما اشارك بالقدره. ليش؟ ما يصير. انا كصاحب نقطه او كمشرف على النقطه ما اقدر اسابق. لان لا قدر الله انت لو بتسابق اخذت مكان لهاوي، في ناس تريد تشارك. يعني انا اليوم وصل العدد عندي، غطيت ال 200 طير وما زلت لليوم اتلقى اتصالات اريد اشارك. فاعتذر لان المكان ما يسع. وغير المكان؟ غير المكان، الشيء الثاني نحب نكون حريصين. يعني فرضا لو انا دخلت بطير، وهذا معروف في كل مكان، لو انا صاحب نقطه او مشرف نقطه دخلت طيوري مع الهواء وجاء طير من طيوري، فرضا جاء طير من طيوري في الاول، في ناس تعرف ان هذا ممكن من رب العالمين الطير جاء او طير بطل، وفي ناس ان شاء الله الحمد لله ما عندنا نحن هذا، لكن نتفادى هالكلام ان حد يقول لك لا انت عملت بطيرك شيء وهملت طيورنا. انت تريد لطيرك النجاح، ما تريد للطيور الثانيه. فانا دائما مبتعد عن الامور هذه، ما احب اضيف اسمي او مجموعه من طيوري داخل اللوفت مع النقطه. عفوا راح اسالك سؤال، يعني لا تفهمني غلط، لكن هذا الشيء يواجهه كثير من اصحاب النقاط. صحيح. في بعض الاحيان صاحب النقطه ما يشارك مباشره لكن يشارك باسماء ثانيه. ولا شاركت ابدا، الحمد لله. وهذا جائز؟ هل تتوقع انه انت نصيحتك لاصحاب النقاط؟ اصحاب النقاط انا انصحهم نصيحه كبيره، اولا لوجه الله، ثانيا ابتعد عن الكلام. لو اصحابك قالوا لك ادخل وقالوا لي ادخل ما بدخل. ليش؟ لان
اصحابي اللي هم قريبين مني عارفيني وملمين في يعني يعرفون منو صاحب النقطة او عن الزعابي، لكن الهاوي الجديد او الناس اللي خلنا نقول اللي ما تحب النجاح راح يقول لا فلان دخل طيورة اهتم في طيورة او عطى شيء لطيورة وما اهتم في طيور الناس الباقية. فافضل من اخواني اللي اصحاب النقاط كلهم لا تشارك في النقطة اللي انت مشرف فيها او مسؤول عنها. زين، وبالنسبة للهواة اللي يبعثون طيورهم للنقاط، عندك نصيحة؟ هل تواجهون أكفد مشاكل؟ نعم. كثير من الهواة يكرروها؟ نعم صحيح، في بعض الملاحظات اللي نشوفها من الشباب، يعني مثلا يجيك واحد جايب لك مجموعة الطيور، أوكي أنت جايب مجموعة الطيور هذه لازم تتأكد من صحتها قبل لا تسلمها للنقطة. ليش؟ لأن أنت ما راح تظلم طيورك فقط، راح تظلم الطيور الهواء اللي مشاركين كلهم او المشاركين كلهم، راح تظلم طيورهم. يعني جبت المرض لطيور الناس المشاركه، هذا اول شيء. ثاني شيء راح تتعب النقطه بالوقايه بالعلاج بامور كبيره نحن في غنى عنها. فاتمنى ان قبل لا ترسل الطير تكون تختار مجموعه طيور طيبه ولها نتائج طيبه وصحتها تكون طيبه، والتوفيق من رب العالمين. بعد هذا كله ارسل حمام للنقطة. طيب، اكو بعض الهواة بالذات الجدد للهواية اللي يكونون جديدين على الهواية، اول مسألة تيجي في باله يقول لك النقاط، وينظر الى المسألة الربحية والى الشهرة فهذا كيف توجه له نصيحة؟ هل تنصح الشخص، خلي اعيد صياغة السؤال، تنصح الشخص الجديد في الهواية أنه يبعث طيور إلى النقاط في أول سنة هو مش يربي فيها الزاجة؟ لا ما أنصح. أول شيء في الأساس أنت المفروض كهاوي جديد، أنت توك داخل الهواية ومش عارف الحمام اللي عندك يصلح للنقاط يصلح للمشاركة أو لا. وثاني شيء بعد ما تجتاز سنوات وعارف الطيور هذه قاعدة تنجح عندك وتنجح في المسافات هذه، أروح أشوف النقطة اللي بدخل فيها، شو الحمام اللي قاعد يفوز في النقاط هذه او شو المسافات اللي تشتغل عليها النقطه هذه، على اساس اني انا ابدا انافس. اما اذا انا هاوي جديد اروح ادق لي تليفون اشتري حمام من اول انتاج اروح ابعثه، لا ما انصحك، لان في هواة كبار صار لهم باع كبير في الهوايه، هذول عارفين كيف يختارون الطيور، عارفين شو اللي يدزونه للنقاط. فهذا انا انصحك لا اصبر شوي، بعدها ان شاء الله بعد ما تتمكن ادخل. اخر سؤال اخذ من وقتك ابو محمد، ما هي مواصفات الطير اللي ممكن ابعثه او ادزه للنقطه؟ مواصفات الطير اولا يعني هل كل طير فائز وقوي ادزه له اكو مواصفات يجب انه اثبت منها قبل لا اخطو هذه الخطوه؟ الهواي الناس، في ناس تبعث الطيور اوكي تكون متمكنه، هي عارفه ان الحمام هذا قاعد يفوز. الحمام اللي يفوز في النقاط او انا مثلا شاركت او اشوف الناس قاعده تفوز باي دم واي سلاله، انا هني ابعث الحمام هذا. يعني ما ابعث سلاله جديده توني ما اخذها او سلاله انا قاعد اشتغل عليها ما نجحت عندي، لازم تنجح عندي على اساس اني ابعثها. لازم يكون في حمام له مواصفات تلائم المنطقه اللي راح يسابق فيها. جميل، إذن المناخ والتضاريس. المناخ والتضاريس أهم شيء. ممتاز، لأنه بعض المناطق جبلية تختلف عن المناطق الصحراوية. صحيح؟ أكيد. جابوا لي هنا في النقطة أنا مجموعة من السلالات اللي شاركت عندي، ولكن مشكلة السلالات نجحت. تبغي سلالات يعني خلنا نقول شوي وسط وطالع، لأن في صعوبة، فعلا في صعوبة بهذا، بسبب الصعوبة هذه احنا سميناها سباقات القدرة. يعني الطير اللي يوصل يعني سبحان الله من القدرة اللي هو فيها هي اللي راح توصله، القدرة اللي عنده وصلته سبحان الله. اي نعم، هذا الطير اللي بيدي اسمه نيو بازوكا، الاصول ترجع لفالون لويس فالون، الطير مواليد 2012 ثلاثينات. هذا الطير ساس طيوري، طيورك الخاصة؟ طيوري الخاصة طبعا. الطير هذا أب الثالث في نقطة عمان سنة 2018، أب الثالث إيس أيضا في نقطة عمان،
أب جد الثامن إيس في نقطة الإمارات وجد لعدة أبطال. الموسم الأول بدينا تقريبا ب 150 طير. السباق النهائي طير واحد رجع في اليوم الأول. اليوم الثاني رجعت تقريبا 4 طيور. السنة هذه اللي هو 2020-2021 بدينا ب 160 طير. السباق النهائي طير واحد رجع ثاني يوم. فقط بعد 4 أيام رجع طير ثاني ووقف الحمام لحد اليوم. هذا ولا طير. من أصل 160. من أصل 160 في بداية الموسم أتكلم. يعني إحنا دزينا الحمام تقريبا كان العدد 38 طير. يعني هذه الطيور أنت تبدأ من أول الموسم لآخر الموسم يدوب يصفي لك حمام يدخل السباق النهائي. وهذا ندلدل على إيش؟ دل على صعوبة المنطقة وصعوبة دخول الحمام من منطقة لمنطقة من تضاريس لتضاريس. يعني الطير اللي يعبر الجبل هذا إن شاء الله يجيني ثاني يوم على المسافة هذه والتضاريس هذه اعتبر بطل. طيب ما صار عندكم أحد متابع أو شايف وين ينزلون هذه الطيور؟ يعني ضيع ما حد اتصل عليكم مثلاً قال عندكم في طيور عندنا هنا؟ لا، بس السنة هذه دقوا علي في أبو ظبي أن في طير واحد نزل عندهم، بس طير واحد من أصل فصعوبة جداً في المنطقة. وحاولنا ان نغير الاتجاه، ونقلل المسافه. ليش؟ انا كنقطه احب سمعه النقطه تكون طيبه وحافظ على حمام الناس، ولكن بعد ما حاولت اني اغير الاتجاه على طول جتني الاتصالات لا خليك على الاتجاه الاولي ونفس المسافه. احنا نبغي الحمام يوصل بالسباقات الصعبه، احنا هذه السباقات اللي نريدها. ما نريد سباق تودي لي 100 طير يرجع 100 طير، نبغي نشوف الحمام القوي، نبغي نبرز الحمام. يعني من ال 200 طير نبغي نشوف افضل الطيور فيها. يعني كمعدل يرجعوا لك بس اربع طيور ترجع من صعوبه المنطقه. وهذا اللي طير اللي فاز اول سباق واخر سباق قلت لك السنه الماضيه اول موسم فاز عندي طير السباق الثاني 200 واللي هي مسافه 250 جل أول قبل الطيور، قطع قبل الطيور تقريبا بحدود نص ساعة. جانا من ورا اللفت، يعني احنا كنا منتظرين بالاتجاه هذا، فجأة جاء من ورا اللفت، كنا قاعدين هنا مع الشباب فشوي طب علينا من ورا اللفت، فدخل قبل الحمام تقريبا بنص ساعة. الموسم السباق الثاني، السباق النهائي وصل تقريبا الساعة 5 وجل حاله نفس الطير. وحاليا الطير ما أم وأب الطير موجودين عند الأخ إبراهيم الجناحي الله يبارك له، أبو عمر. نعم. لوفت برشة. لوفت برشة لوفت. أي نعم. أي نعم.